احنا منظمين ندوه النهارده في مركز دراسات اشتراكيه حوالين مخاطر قرض صندوق النقد الدولي، لان احنا شايفين ان دي كارثه بتتمثل في اتباع نفس سياسات النظام القديم بتاع حسني مبارك ولجنه السياسات اللي كانت بتعتمد على القروض من البنك الدولي وصندوق النقد، وبيتبعها بعد كده حزمه تقشفيه من السياسات، ومنها خفض الانفاق على التعليم، خفض الانفاق على الصحه العامه، تخفيض المرتبات، اطاله ساعات العمل، جعل سوق العمل اكثر مرونه، يعني سهوله فصل العمال، وضع عوائق على انشاء النقابات. كل الكلام ده بيجي مع الحزمه التقشفيه، واحنا ما عندناش استعداد نعيد نفس الحكايه تاني. فالنهارده ندوه في المركز عن الموضوع ده، لكن بكره ان شاء الله الخميس احنا نازلين في 6 محافظات وفي القاهره وفي الجيزه وفي كذا حي منها، من اجل نقل النقاش ده من دوائر النخبه ومن دوائر اليسار للشارع، لان اللي احنا ملاحظينه دلوقتي ان النقاش كله حوالين موضوع القرض بيتم في الجرايد او بيتم في الندوات المغلقه، لكن ما بيتمش في الشارع. احنا عاوزين ننقل المطلب المجرد ده لمطلب ملموس بعد كده.